يلا خلص بسرعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Let me first ask if anyone in the room does not speak Arabic. All speak Arabic? No. No. We have no. It's no. Just collecting things, I believe. Okay. يبقى كله بيتكلم عربي. طيب. طيب يبقى برحب بحضراتكم جميعاً. في هذا الحدث الجانبي تحت عنوان الغذاء ونظم الإنذار المبكر في المنطقة العربية، إيه هي التحديات اللي بتواجهنا، التحديات التي نواجهها، الخبرات اللازمة، التحديات والخبرات في المجال الفني والتقني والمادي المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي وأيضا الإنذار المبكر لأي مخاطر تواجه هذا الموضوع الهام وهو موضوع الغذاء. اللي بينظم النهاردة هذا الحدث رائد الشبكة العربية للبيئة والتنمية، ومع يعني زراعين مهمين جدا وأقوياء جدا من أزرع أو أزرع الشبكة من الكويت والعراق، من الكويت جمعية حماية البيئة الكويتية كابس، ومن العراق جمعية الهندسية للتنمية والبيئة الـ EADA. والحقيقة إنه في خلال الاثنين كوب اللي فات في مصر وهذا هذه القمة في الإمارات، كان التعاون ما بين الشبكة وجمعية الكويتية لحماية البيئة وجمعية الهندسية للتنمية والبيئة تعاون يعني رائع. وأيضا نظمنا مجموعة من الأحداث والأنشطة أثناء مؤتمر أو القمة اللي عقدت في شرم الشيخ العام الماضي. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جداً، عندنا مجموعة من المتحدثين، وقبل ما أدخل على الموضوع أحب ناخد كلمات ترحيبية. هبدأ بالمهندس محمد عبد الموجود من جمعية الهندسية للتنمية والبيئة من العراق، تفضل يا فندم. شكراً دكتور، السلام عليكم. في البداية أحب أن أقدم شكري الجزيل لشبكة رائد التي قامت بجهد عظيم بتوفير هذه الفرصة والتنسيق مع المنظمات اللي تقوم الآن بتنظيم هذا الحدث الجانبي، الجمعية الكويتية والجمعية الهندسية لتطوير البيئة. فنشكر شبكة رائد بجميع أعضائها وفي مقدمتهم دكتور عماد نيابة عن الجميع، ونشكر كذلك أعضاء البانل اللي حاضرين معنا، ونشكر حضوركم الكريم، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه الجلسة بها فائدة لتتناول بها موضوع الغذاء وأنظمة النظام المبكر في مناطقنا العربية فيما يتعلق بالأمن الغذائي. شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس محمد، وأعطي الكلمة الآن إلى الأخ العزيز يوسف ممثل جمعية حماية البيئة الكويتية. وعايز أقول لكم إن إحنا تملي في اجتماعاتنا كلها لو تلاحظوا كان بيبقى عندنا جندر بالانس، وكان بيبقى جندر بالانس يعني الناس تاخده كنموذج. النهاردة لأن الدكتورة وجدان العقاب مش موجودة، هي بقى اللي رشحت مكانها يوسف يمثلها، فهنا الجندر متحقق والجندر هو اللي ليه الحق في أنه يقرر مين اللي يقعد مكان يوسف. تفضل. السلام عليكم، معكم مهندس يوسف الرامزي تبع جمعية لحماية البيئة. أحب أشكر على حضوركم، وأحب أشكر شبكة رائد أنها سوت البانل هذا. مثل ما قال الدكتور عماد أن الموضوع هذا وايد مهم. Food security is obviously something that's rather potent in our cultures right now. We're facing a lot of problems from the environmental sector coming and affecting the food security. I would like to thank everyone that actually is interested in this topic specifically, that we had a panel dedicated to it. Thank you.
شكرا باشمهندس يوسف على هذه الكلمة النهاردة. استمتعت باستماع إلى أحد العروض اللي قدمتها في مجلس التعاون الخليجي، وكنت سعيد جدا بإني أسمع الأنشطة اللي قمت بيها على مستوى الجمعية. برجع البانل عندنا النهاردة بانل متميزة زي ما قال المهندس محمد. للأسف القواعد هنا قالت أنه ما نقدرش يكون عندنا أكتر من 6 على المنصة، لكن كمان الدكتور أستاذ دكتور إدريس شاهو من المغرب هو موجود معنا هنا، ولكن عشان قواعد الأمن في القاعة لم يسمح لنا بأن احنا نضيف كرسي زيادة، لكن خليني أرحب بكل الموجودين مع المهندس محمد والمهندس يوسف. أرحب بالدكتور هشام العسكري، Director of Earth System Science and Data Solutions Lab. الحقيقة السي في بتاع الدكتور هشام لو قلنا كل التايتلز يبقى هنقعد على الأقل 5 دقائق نقول في التايتلز، لكن بتواضع هو أحد الخبراء المتميزين في علوم النظم الأرضية والحلول المبنية على البيانات والمعلومات ومعامل حلول البيانات والمعلومات. كمان برحب معايا قلنا بالدكتور إدريس، بروفيسور الدكتور إدريس شاهو من المغرب. برحب أيضا بالعزيز المهندس عبد الرزاق مساعد من الجزائر، وبرحب أيضا بالأخت العزيزة سواكن بابكر من السودان. فمعنا على المنصة معنا من الكويت ومعنا من العراق ومعنا من الجزائر ومعنا من السودان ومعنا من مصر ومعنا كمان دكتور هشام، يعني مصري لكن في نفس الوقت هو من سان فرانسيسكو، مش كده يا دكتور؟ ايوه. فهو يعني جاي من اخر الدنيا، من سان فرانسيسكو، يعني مش حتى بعيده شويه. فبنبدا الاول بطرح هيعرضه الدكتور هشام على الموضوع. هو الحقيقه ما كانش محضر عرض مخصوص للاجتماع، لكن بعد ما شاف الحضور والقاعه ففضل ان هو يضع بعض السلايدز. فهنبدا بالدكتور هشام. لو السلايدز بتاع الدكتور هشام الفريق اللي معانا من الفنيين، دكتور هشام عرضه بعد اذنكم. دكتور هشام مين معايا؟ يا هيثم انت هناك؟ انا عايز اعرض دكتور هشام. ابدا اتفضل يا دكتور هشام عمل ما يحضروا العرض. مساء الخير على حضراتكم جميعا. طبعا تحياتي لحضراتكم وشاكر دكتور عماد على الدعوة الكريمة، وطبعا سعيد جدا ان انا موجود مع حضراتكم. يعني it's my honor and pleasure to be here with all of you and to be sitting على البانل مع كل الزملاء. انا اسمي هشام العسكري، استاذ نظم علوم الارض والاستشارة عن بعد. I deal with earth observations, I deal with satellite observations. And when it comes to earth system, احنا بنبص على كوكب الارض as a system, نظام، ولكن نظام متعدد الانظمة. فاحنا بنقول ان the earth is made up of different spheres. And by the term spheres, احنا بنعزو الى الاتموسفير، الهيدروسفير، البيوسفير، اللوثوسفير، الكرايوسفير. كل الأغلفة هي المكونة لكوكب الأرض، فيها نوع من أنواع التناغم، فيها state of equilibrium. اللي بيحدث حوالينا الآن هو improper balance between these different kind of compartments. موضوع food security والissue of the food security is a resultant of this kind of failure in the equilibrium or in the balance that's happening between the different kind of subsystems. نظم علوم الأرض أو الاستشعار عن بعد هو معني بدراسة البروسيسيز، different kind of processes which are shaping the environment we are living in. احنا بنبص على الphysical properties, الfeedback mechanisms اللي ما بين الاتموسفير والهيدروسفير، اللثوسفير والبيوسفير، الكرايوسفير and the atmosphere and so on and so forth. لما احنا بنقدر نرصد هذه المتغيرات والprocesses المتحكمة في different subsystems نستطيع نجد لها حلول. فأنا لما اجي اتكلم على الfood security problem I need to be aware of what is the mandate or what is the driving force for what we are observing. وعلشان كده نقدر ازاي نتعامل مع مثل هذه المشاكل.
اللي أنا هوريه لحضراتكم النهاردة هو فكرة الـ Early Warning System، علشان أن أنا أقدر أتنبأ بما يحدث أو أن أنا أقدر أتعامل مع متغيرات، لابد أن أنا أكون بعمل تنبؤ بالـ Process. إحنا لا نستطيع التنبؤ بفلود، لا أستطيع التنبؤ بدراوت، أنا أستطيع التنبؤ بالفيزيكال بروسيس التي تؤدي إلى حدوث الفلود أو تؤدي إلى حدوث البرولونج دراوت أو ما شابه. فإحنا دايما بنتكلم على ميتيرولوجيكال فاريبلز، بنتكلم على كلايماتولوجيكال فاريبلز، ولما نيجي نتكلم على التغيرات المناخية لازم أتعامل مع ريكوردز، مع ديتا لونج تيرم ريكوردز. أنا ما أقدرش أقول كلمة تغيرات مناخية وأنا بتعامل مثلا مع سنة أو سنتين أو ثلاثة، لا أنا بتعامل مع عشرات السنوات بل مئات السنوات علشان أنا أقدر أبص على السيستم بتاعي. الباك جراوند هنا أنا بتكلم على دراي لاندز، بتكلم على الديفرنت كايند اوف ايكو سيستمز والديجريديشنز اللي فيها، ثانك يو سو ماتش، وعلى الديجريديشن اللي موجود في الايكو سيستمز. ودايما حضراتكم هتلاقوا ان انا بركز على الفاريبلز اللي هي درايفنج للكلام ده، عشان كده بتكلم على التمبرتشر والبريسيبيتيشن، وهنتكلم على بعض البروجكشنز اللي موجوده في الكلايمت سيستم. الصوره اللي قدام حضراتكم ديت هي صوره جايه من قمر صناعي اسمه جريس. جريس لا يقيس الكتروماجنتيك راديشن، مش بيقيس شعاع شمسي، ولكن بيقيس جيوبوتنشال، بيقيس جرافيتي، بيقيس جاذبيه، بيبص لي على كميات الميه اللي موجوده في باطن الارض. فانا ببص على الانومالي اوف ذا اندر جراوند ووتر. اللي حضراتكم شايفينه هو ساتلايت ايمجري جايه من ناسا سنه 2016 بتقول ان this is the worst drought in the past 900 years، في اخر 900 سنه أسوأ جفاف، فترات جفاف موجوده في شمال افريقيا، وزي ما شايف حضراتكم شايفين في جنوب اوروبا. طبعا الدارك سبوتس اللي موجوده على مصر بتبين اللي هو الريتريت في عمليات الريتشارج اوف ذا اندر جراوند ووتر اكوفرز. لما يكون انا عندي ديزرتيفيكيشن، لما يكون عندي لوس اوف لاند، عندي ديجريديشن، عندي لوس اوف بايو دايفرسيتي، فما ايه المتوقع؟ مور ايرسولز، مور داست بارتكلز ان ذا اتموسفير، فنلاقي عندنا عواصف ترابيه بهذا الشكل. These are some of the dust storms that are happening in Iraq, happening globally. في أريزونا، فينيكس، بتحصل عواصف ترابية بالشكل ده. أنا عايز بس أوري حضرتك فكرة الـ early warning. What do we mean by early warning? لما يكون أنا عندي event زي كده، live event, operational, it acts very very fast. So you need a system which is able to observe and to give you a warning, like you know, ahead of time, like you know, 24 hours early and more. بس حضرتك مش شايفين الإمباكت. إن أنا كنت في the middle of the day، بعد كده all of a sudden عندي complete darkness because of the extent of such dust events. كنا بنتكلم على البحر المتوسط بأن فترات بنقول إن درجة حرارة البحر المتوسط is not normal. There is something wrong happening with it. The increase in the temperature of the Mediterranean Sea we observed over the past three decades increased by 2.5 degrees Celsius. 2.5 درجة في 30 سنة. ده شيء خطير. فأصبح بيئة البحر المتوسط تشابه بالبيئات التروبيكال. هو مش تروبيكال، هي مش منطقة استوائية، لأن البحر المتوسط يقع خارج النطاق الاستوائي، ولكن أصبح البروبرتيز بتاعته بنقول عليها تروبيكال لايك. فأصبح من الإكسبكتيشنز إن إحنا نشوف تروبيكال لايك سايكلونز، وده اللي حصل. إعصار دارنا دانيال، إعصار دانيال لما حصل في دارنا إحنا شفنا الفيزيكال بروسيس، إيه الدرايفر بتاعها. That's another idea of an early warning system. So you need to keep an eye on the physical driver, اللي هو إيه؟ The sea surface temperature. يبقى أنا ببص على درجة حرارة المتوسط، لما أشوف الanomalous behavior بتاعتها هو ده اللي يقدر يقول لي إن be careful، في عندك convective motions، عندك a lot of evaporation، عندك moisture كتير جدا، ممكن متوقع درجات أعاصير. بوري الإيكو سيستمز إن جنرال، اللوس أوف باي دايفرستي، الأرياز الألوان اللي حضراتكم شايفيها بتقولي إن أنا عندي نو لوس في اللون الأزرق، عندي ريبريزنت أرياز أوف لوس، أو عندي يلو أرياز اللي هي موست إكستريم. فالديستريبيوشن باين إن أنا عندي إمباكت أت أ جلوبال سكيل. هنا الديفرنت بايومز، طبعا من ضمن الكونزرفيشن عشان أنا أقدر أتعامل مع فود سيكيورتي إيشيوز I must be careful with my biomes. عشان كده IUCN عاملين الاكشن هو 3430 by 2030 30% of the nations needs to be conservation. يبقى انا لازم احافظ على الكساء الخضري بتاعي. فدي بتوري الايديا. طيب اتكلمنا على مودلز. دكتور عماد انا الوقت معايا دقيقتين كمان لو ممكن. اوكي الثلاثة حلو. طيب انا هنا بوري حضراتكم السيناريوز. الاي بي سي سي طلعت تو سيتس اوف سيناريوز. احنا زمان كنا بنسمع وحضراتكم كنتوا بتسمعوا عن حاجه اسمها الار سي بي.
representative concentration pathways ديت مربوطة بالكمية CO2 اللي موجودة في الأتموسفير. إحنا دخلنا السوسيو إيكونوميك إمباكت، فعملنا نيو سيت أوف بروجكشنز اللي سميناها SPSS. فزي ما حضرتك شايفين كده في SSP1 اللي هو 2.6 و 4.5. الأرقام دي 1.9 2.6 4.5 دي حاجة اسمها heat capacity، هي بتبين لحضراتكم كمية الانرجي which can be stored in our climate system. الدرايفر بتاعها ايه؟ greenhouse gas CO2. فالايديا اللي انا الارقام دي بتتراوح معايا CO2 من حوالي 393 بارت بير مليون ل 1000 وشويه بارت بير مليون. خلينا اقول لحضراتكم رقم، انا ما بتكلمش على بروجكشنز، انا ما بتكلمش على تنبؤات، انا بتكلم على اوبزرفيشنز. النهارده على كوكب الارض احنا عندنا 420 بارت بير مليون اوف CO2. احنا وي اوريدي اتشيفد 420 بارت بير مليون ان اور كلايمت سيستم. ده معناه ايه؟ معناه ان فكره ال 1.5 وسوري يعني اي دونت مين تو بي بيسيمست، مش ام نوت بيسيمستك باي فار، ولكن انا بقول لحضراتكم واقع. ذا ايديا اوف 1.5 از نوت هابينج، ليتس جاست بي رياليستيك اند ليتس موف اون. فاحنا دلوقتي طالعين على 2.5. الهوب ان احنا ما نوصلش 3 by the end of the century. هو ده الهوب. فعشان كده الـ innovation with technology و being aware of what are the drivers and to be able to observe so that you can react correctly is very important right now. فدي scenarios بتورينا، وإحنا هنا في بقى projections. الوقت يمكن ما يسمحليش قوي، ولكن أنا بوري two variables: temperature و precipitation. السلايد الأولانية على الـ على الـ temperature far projection وشورت تيرم 2040 وبعد كده من 2080 ل 2100. فتلاقوا تو ديفرنت سيناريوز، السيناريو الاولاني اللي هو السيناريو المبسط اللي هو مش هيحصل، والسيناريو الثاني اللي هو يعني اللي هو اون ذا بوتوم رايت. فده بيوري حضراتكم ان في ارتفاعات ممكن تصل الى 2.5 درجه على اقل تقدير، وفي حتت ممكن توصل 12 درجه. انا لما اقول ان انا عندي جلوبال تمبريتشر افريج 2 او 3، ده مش معناه ان 3 على على مصر، او 3 على الجزائر، او 3 على العراق، او 3 على الصين، او على امريكا. لا، ده معناه ان في اماكن ممكن تزداد 7 و8 و9 و10، وفي اماكن ممكن تقل. فانا بتكلم على global temperature average across the scale and over the period of time. فانا عندي time component وعندي spatial domain. فالحاجتين دولت مهمين جدا. السلايد التانية ديت precipitation برضو بتوري حضراتكم الاماكن اللي هيكون فيها severe droughts او severe floods. طيب اتكلمنا على البريسيتيشن، التكنولوجي بتعمل ايه؟ لما نيجي بقى نتكلم على الفود برودكتيفيتي او الفود سيكيورتي، when I use different kind of satellite observations which are capable to quantify for me water, heat stress, amount of nitrogen needed, infection, all of this information، فحضرتك تقدر فعلا to save the drop per crop، تقدر to make sure ان انت عندك crop switching، تقدر to make sure ان انت you are able to secure your food productivity، وبالتالي you are addressing the issue of food security. Here what we are introducing is what we call prescription systems، او اللي هي جايه من كلمه precision agriculture. هي بتوري لحضراتكم البريسكريبشن مابس اللي هي الخرائط التفصيليه اللي تقدر تحسب لك كل اللي انا اتكلمت فيه. تقدر حضرتك تبص على مناطق بهذا الشكل والالوان اللي حضراتكم شايفينها ديت، دي بتوري الفيجيتيشن بيهافير، توريك الجرينس، البايوماس كوانتيتي، ذا اماونت اوف برودكتيفيتي. حضرتك تقدر تحولها الى كالوري كاونت، تقدر تحولها الى ايكونوميكال مابس. يو كان ريلي يوز ذا ساينس ان اوردر تو advance the way you are thinking about things and you are taking decisions. هنا أنا بوري حضراتكم الـ spectral behavior. لما أنا بتعامل مع النباتات أو بتعامل مع الغذاء، أنا ببص عليه in different regions of the spectrum، وكل شكل في الكيرفات اللي قدام حضراتكم ديت، البيكس والتروفس والحاجات دي كلها ديت بتترجم لاحتياج مائي، بتترجم إلى كميات إنتاج، بتترجم إلى نبات under stress ولا لأ، بتترجم إلى productivity ولا لأ، and so on and so forth. My last two slides, this kind of technology, it can show you stress zones. حضرتك تقدر تحدد where are the areas which are under high stress, where are the areas which are being infected. فتقدر تتعامل مع food productivity، تقدر تتعامل مع food security. You can address the water accounting issue، فتقدر تعمل crop switching، إن حضرتك تقدر تشوف the amount of water needed
for such and such. You can even calculate the amount of carbon dioxide intake by those vegetation. علشان لو أنا بتكلم على the circular economy أو بتكلم على the carbon assets, you can link all of that using a hyperspectral technology. You can do disease detection. يعني أنا قبل ما بشوف the infection في trees أو في النبات على الأرض قدامي, لا. By using this technology, you are aware, you look into the spectral behavior, and weeks before it shows on the ground, you are able to capture such an issue. That was my last slide. But أنا حاولت أجمع بعض الأمور في الخمس دقائق اللي فاتوا وشاكر لحسن استماع حضراتكم. شكرا. الحقيقة دكتور هشام, أنا مش عارف أقول لك, أنت بعد ما بتعرض الواحد بيبقى عنده مزيج غريب قوي زي اللي بيخش جوه الميكسر كده, من التفاؤل والتشاؤم الاثنين يبقوا جايين مع بعض. يعني إزاي هيبقى عندنا كل المشاكل, أو يعني إن الكلايمت غالبا مش هنقدر نوصل أقل من 2 أبدا بالمعلومات اللي هو العلم بيقولها, إنه طالما وصلنا لهذا الكم من الكربون دايوكسيد بارتيكلتس يبقى معناه ان احنا عندنا فعلا مشكله. لكن كمان في تفاؤل بانه ممكن نستخدم المعلومات والديتا دي عشان الامور تتحسن اكتر في المستقبل. طيب انا هسيب فرصه نسمع من المهندس محمد عبد الموجود من جمعيه الهندسيه للتنميه والبيئه. احنا بنحاول نخلي كل واحد يكون في حدود 10 دقائق عشان يكون عندنا, اولا في عندنا حدود لازم الساعه 8 بالظبط نكون خارج القاعه, وغير كده يكون عندنا فرصه كمان عشان ندي لو كان في حد عنده اسئله. باشمهندس محمد اتفضل. السلام عليكم. تمام. راح نتكلم اليوم ان شاء الله بشكل مباشر على موضوع الامن الغذائي, وبعدين في نهايه نتكلم على انظمه الانذار المبكر. فبشكل عام وبشكل مباشر نقول أنه يعد القطاع الزراعي من القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر في ظل التغيرات المناخية والبيئية من ناحية, والتغيرات السياسية والتشريعية من ناحية أخرى. ومن أهم هذه المخاطر التصحر والجفاف والحروب والاضطرابات والأعاصير والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية كما هو معروف, علاوة على تهديدات متعلقة بتوفير المياه واتباع سياسات غير رشيدة في مجالات التمويل والائتمان, وعدم كفاية وكفاءة مصادر التمويل الزراعي ونقص مخصصات الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي. كل هذا يؤدي إلى ما نعرفه بالفود سيكوريتي الانسيكوريتي, خصوصا في ظل التغيرات المستمرة في الأنماط الديموغرافية والاستهلاكية. يعتبر الأمن الغذائي السيكوريتي فود أو فود سيكوريتي من أهم القضايا السياسة الزراعية والغذائية العربية, حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورد صافي الغذاء, وذلك العديد من المنتجات والسلع الغذائية, وتأتي الحبوب في مقدمة قائمة الواردات العربية من المجموعات السلعية الغذائية. مخاطر الأمن الغذائي ممكن أن نقسمها إلى 4 أقسام. التغير المناخي يمكن يؤدي تغير المناخ إلى تغيرات في أنماط الطقس, ما يؤدي إلى زيادة خطر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وجفاف وغيرها. الصراعات والحروب يمكن أن تؤدي النزاعات والحروب إلى تعطيل سلاسل التوريد الغذائي مما يؤدي إلى نقص الغذاء. الأمراض والآفات أيضا تسبب أمراض وآفات في تلف المحاصيل, أيضا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. إضافة إلى موضوع السوق, ممكن تغيرات في الأسواق العالمية أيضا تؤدي إلى انخفاض قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء. وعلى ذلك تشكل أزمة الغذاء أحد أبرز التحديات التي تواجه معظم دول العالم, ونتيجة لذلك تتكلف الدول التي تتعرض لهذه المخاطر تكاليف باهظة لمواجهة أزمات الغذاء التي قد ينتج عنها إلى دفع الاقتصاديين إلى البحث عن أسباب الأزمات ومحاولة ابتكار أنظمة يمكن من خلالها التنبؤ والإنذار المبكر, وهذا ما يسمى بالWarning Early and Prediction, بهدف تجنب حدوثها والتقليل من حدتها, حيث يلعب هذا النظام دورا محوريا في الإنذار بقرب وقوع الحالات النقص الأغذية, كما يقوم بالتحذير من وقوع الأزمات الغذائية الوشيكة مستخدما في ذلك مختلف الأدوات بما في ذلك البرمجيات المتخصصة وبعثات التقييم السريعة. الآن نتكلم عن الإنذار المبكر. ما هو الإنذار المبكر؟ بشكل عام هو نظام يستخدم لتحذير الناس من كوارث الطبيعية والأحداث الخطر الأخرى. أما منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي فهي نظام يجمع ويرصد ويحلل المعلومات المتعلقة بمخاطر الأمن الغذائي, ويقدم تقارير وتوصيات لصانعي السياسات
وجهات الفاعلة الأخرى لاتخاذ إجراءات استباقية لتجنب أو التخفيف من هذه المخاطر. يتم استخدامه في العديد من السيناريوهات بما في ذلك الإنتاج الزراعي والحفاظ على السيادة الغذائية وتحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الضعيفة والحد من الخسائر والأضرار. ويمكن أن يكون الإنذار المبكر فعالاً في تقرير الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأحداث الأخطر الأخرى. ويمكن أن يتضمن الإنذار المبكر العديد من الأنظمة والتقنيات المختلفة بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر الآلية والإنذار المبكر اليدوي. ويمكن أن يتم تنفيذ الإنذار المبكر باستخدام العديد من الأساليب المختلفة بما في ذلك الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، التلفزيون، الإنترنت، أجهزة صوتية والإنذارات اليومية. أما أهداف منظومة الإنذار المبكر فممكن أن تقسمها لثلاثة أقسام: المساعدة في منع حدوث أزمات الأمن الغذائي، التخفيف من آثار الأزمات الأمنية الغذائية عندما تحدث، وتحسين الاستجابة للأزمات الأمنية الغذائية. تتكون منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي من مجموعة من المكونات. إذا ما هي مكوناتها؟ مكوناتها ممكن نقسمها إلى الأقسام التالية: شبكات مراقبة تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بمخاطر الأمن الغذائي، مراكز التحليل تحلل المعلومات التي تم جمعها وتصدر تقارير وتوصيات، قنوات الاتصال تنقل المعلومات والتوصيات إلى صانع السياسات والجهات الفاعلة الأخرى. وتلعب منظومة إنذار مبكر الأمن الغذائي دورا مهما في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش الناس، ويمكن أن تساعد في منع حدوث أزمات الأمن الغذائي كما ذكرنا. الآن فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي. يمكن استخدامها لمساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ممارساتهم الزراعية مثل اختيار المحاصيل وتوقيت الزراعة بناء على توقعات الطقس. يمكن استخدامها لمساعدة الحكومات على التخطيط للاستجابة للأزمات الأمنية الغذائية مثل توفير المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين. ويمكن استخدامها أيضا لمساعدة منظمات غير الحكومية على تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر الأزمات الأمنية الغذائية. يمكن أن تكون منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي فعالة فقط إذا كانت تلبي احتياجات المجتمعات المحلية. من المهم أن يتم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع المجتمعات المحلية والشركاء الآخرين مثل المزارعين والحكومات والمنظمات غير الحكومية. منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي في العراق، لو تحدثنا من ناحية الجانب العراقي نرى ماذا يحدث في ماذا يتعلق الأمر بمنظومة الإنذار المبكر في العراق. تتكون منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي في العراق من مجموعة من المكونات بما في ذلك: شبكات المراقبة تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بمخاطر الأمن الغذائي مثل توقعات الطقس وأسعار الغذاء وإنتاجية المحاصيل ووضع الأنظمة الزراعية، مراكز التحليل تحلل المعلومات التي تم جمعها وتصدر تقارير وتوصيات، قنوات الاتصال تنقل المعلومات إلى صانعي السياسات. تشرف وزارة الزراعة العراقية على منظومة إنذار مبكر للأمن الغذائي بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين مثل منظمة أغذية والزراعة، الأمم المتحدة، الفاو، وكذلك البنك الدولي. ما هي التحديات التي تواجهها منظومة إنذار مبكر؟ التحديات ممكن تلخيصها إلى ثلاثة نقاط: نقص في التمويل، تتطلب منظومة إنذار مبكر موارد مالية كبيرة لجمع البيانات وتحليلها ونشر المعلومات، ضعف القدرات، طبعاً نحتاج إلى دورات تدريبية وفي مجال جمع البيانات وتحليلها تحديداً، وعدم الوصول إلى المعلومات حيث لا يتمكن جميع أصحاب المصلحة في العراق من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمخاطر الأمن الغذائي. معالجات التحديات، كيف نستطيع أن نعالج هذه التحديات؟ يمكن أن تساعد منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي في مواجهة هذه التحديات من خلال زيادة التمويل، بناء القدرات، وتحسين الوصول إلى المعلومات كما ذكرنا سابقاً. الدعم المالي والفني اللازم، يمكن أن يساعد الدعم المالي والفني الدولي في تحسين منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي في العراق وتحقيق أهدافها عن طريق منع حدوث أزمات الأمن الغذائي، التخفيف من آثار الأزمات الأمنية الغذائية عندما تحدث، تحسين الاستجابة للأزمات الأمنية الغذائية. ويمكن أن يشمل الدعم المالي والفني الدولي ما يلي: تمويل جمع البيانات وتحليلها، دعم بناء قدرات، ودعم تحسين الوصول إلى المعلومات. من خلال توفير الدعم المالي والفني الدولي يمكن أن تساعد منظومة الإنذار المبكر في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش كما ذكرنا سابقا. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام الدعم المالي والفني لتحسين منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي في العراق: يمكن استخدام التمويل لإنشاء شبكة من المزارعين والمراقبين المحليين لجمع البيانات المتعلقة بظروف المحاصيل والطقس. ويمكن استخدام الدعم الفني أيضاً لتدريب المزارعين والمراقبين المحليين على استخدام تقنيات الحديثة لجمع البيانات وتحليلها. ويستخدم الدعم المالي والفني أيضاً لإنشاء نظام إلكتروني لجمع البيانات وتحليلها ونشر المعلومات. أفضل الممارسات لمنظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي، تعتمد أفضل الممارسات لمنظومة الإنذار المبكر
على مجموعة من العوامل. السياق المحلي يجب أن تصمم منظومة نظام مبكر للأمن الغذائي لتلبية احتياجات المحددة للسياق المحلي. المخاطر يجب أن تركز هذه المنظومة على المخاطر المحددة للأمن الغذائي في ذلك السياق. القدرات يجب أن تأخذ هذه المنظومة في الاعتبار قدرات المتاحة لجمع البيانات وتحليلها ونشر المعلومات. بشكل عام يمكن أن تشمل أفضل الممارسات لمنظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي ما يلي: الشمولية، يجب أن تغطي هذه المنظومة جميع المخاطر المحددة للأمن الغذائي بما في ذلك مخاطر التغير المناخي والصراعات والأمراض والآفات. التوقيت، يجب أن تكون منظومة الإنذار المبكر للأمن الغذائي قادرة على توفير المعلومات في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات استباقية. الدقة، يجب أن تكون منظومة الإنذار المبكر دقيقة في تحليلها المخاطر، والمشاركة يجب أن تشمل يكون شاملة لمشاركة جميع أصحاب المصلحة. فيما يلي بعض الأمثلة المحددة على أفضل الممارسات لمنظومة الإنذار المبكر: استخدام التقنيات الحديثة لجمع البيانات، التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين والتركيز على بناء القدرات. من خلال اتباع الممارسات المذكورة يمكن لمنظومة الإنذار المبكر أن تساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش الناس وخاصة في المجتمعات الريفية الضعيفة. لو طرح العراق رؤيته في مجال التغير المناخي وقدم هذه الوثيقة، وفي ضمن هذه الوثيقة يوجد مسارين. المسار الأول هو مسار إدارة المخاطر ذكرها بالتحديد، فكانت رسالة هذه الرؤية إدارة المخاطر للحد من الكوارث المناخية والبيئية والوقاية منها ومعالجة آثارها من خلال وضع نظام وطني للإنذار المبكر وتعزيز قدرة المؤسسات للاستجابة لإجراءات مواجهة الكوارث البيئية والمناخية بالتنبؤ بحالات الطقس المدعوم بالذكاء الصناعي. توحيد الربط الشبكي لمنظومات الإنذار المبكر النائي والتحسس النائي المتوفرة والتابعة للوزارات المعنية للتشارك معلومات فيما بينها والاستفادة منها لتعزيز قدرة مؤسسات الدولة والمجتمع على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة. العمل على وضع مصفوفة للمخاطر البيئية والمناخية والتنبؤ بالفيضانات المحتملة ووضع خرائط لمخاطرها. وأخيرا مسار الرصد، هو هذا آخر مسار ذكر في رؤية العراق المناخ، مسار رصد والمتابعة والتقييم للقضايا المناخية. رسالته كان رصد وتقييم مستدام للعمل المناخي من خلال وضع أهداف واضحة للتنفيذ وأدوار وآليات محددة للمتابعة ورصد والتقييم، إعداد مقاييس مشتركة لمعرفة التقدم المحرز على المستوى الوطني والإقليمي، وتشكيل لجان للمتابعة ورصد والتقييم تقوم برفع تقارير دورية. آخر المعلومات اللي وصلتنا أنه بعد انتهاء الكوب إن شاء الله راح يكون هناك اجتماع تنسيقي لهذه لأعضاء المهيئين لهذه المنظومة. تم تأسيس شبكة أو لجنة مشتركة من 6 وزارات مباشرة بتفعيل هذه المنظومة لكافة الوزارات القطاعية ذات الاختصاص، الوزارة الزراعة والري ووزارة البيئة وغيرها. شكرا جزيلا لإصغائكم. اوكي. الحقيقه دكتور محمد انا مش عارف اشكرك ازاي، لانك كملت اللي قاله الدكتور هشام من عرض ممتاز على ازاي نستفيد بالبيانات، وبعدين حضرتك اديت لنا يعني وجبه دسمه من ازاي ممكن يكون التعامل مع الموضوع. اتمنى ان يكون الربط ما بين الطريقه اللي بيفكر بيها العرض اللي قاله الدكتور هشام تبقى بتستفيد منها العراق، لانه في الحاله دي هنبقى مش بنفكر بس في الداتا اللي بنجمعها دلوقتي، لا احنا بنفكر في داتا على مستوى كبير عشان نقدر ناخد القرار الصح. بس الحقيقه انا فخور بالعرض الممتاز اللي تلا برضو العرض الممتاز اللي قدمه الدكتور هشام. دلوقتي اللي هتقدم لنا الجمعيه الكويتيه والمهندس يوسف الرمزي هيكون في شكل عرض فيديو، فهنعرض فيديو ربما يكون شوية مركز على نقطة معينة أو حاجة معينة، لكن أهو كويس يدي يعني الفيديو برضو بيبقى نوع من أنواع الشكل المختلف في العروض. فهنشوف الفيديو. جاهزين بالفيديو؟ Are we ready for the video? Okay, go ahead, please. Thank you.
حياكم الله مشاهدينا في برنامجنا كل يوم سبيشال. احنا اليوم في شاطئ والحصان وعند الحضر. في تطوير ونشر واستخدام أفضل العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار لدعم الجهات المستفيدة في القطاعين العام والخاص بما يفيد دولة الكويت وغيرها من الدول اللي تواجه تحديات مماثلة وفيها فرص مشابهة. كانت هذه رسالة معهد الكويت للأبحاث العلمية، واحد من أعرق المؤسسات البحثية في المنطقة، وإحنا اليوم عندهم في إدارة الاستزراع السمكي. خلكم ويانا. لدمج الصفات الزينة في نوعين مختلفين من السمك، تمكن معهد الكويت للأبحاث العلمية من استزراع نوع هجين من الأسماك الأم شعر والأب سبيطي، والناتج سمكتنا اللي بنشوفها اليوم الشبيطي. الشبيط سمكة عظمية شعاعية الزعانف لها هيكل من العظام، وهي سمكة هجينة تم استزراعها في معهد الكويت للأبحاث العلمية في تجربة رائدة لمحاولة الاستفادة من مواصفات مرغوبة بين جنسين مختلفين للوصول لأفضل النتائج، وهي سمكة تعيش في أحواض الاستزراع السمكي بكثافة عالية. تم أخذ عينة مخدرة منها لشرح مواصفاتها وإعادتها للحوض. العينة عمرها 4.5 سنوات. الشبيطي يغلب على مواصفات جسمها مواصفات سمكة السبيطي. الجسم مضبوط من الجانبين ولونه رمادي فضي غامج من الظهر ويتدرج للأبيض ناحية البطن. طولها أكثر من 40 سنتي. الزعنفة الظهرية شعاعية جزئين ولونها أسود، الجزء الأول فيه 10 شوكات قاسية والجزء الأخير الزعنفة شعاعية بأشواك ناعمة وحافة شبه دائرية. الزعانف الصدرية مثلثة طويلة لونها رمادي شفاف يتدرج فيه اللون للأصفر. الزعانف البطنية مثلثة شعاعية لونها أبيض وأصفر من القاعدة وحافتها سودة وفيها شوكة وفيها زائدة لحمية من الجهة العليا. الزعنفة الحوضية رمادية غامجة شعاعية ممتدة إلى ناحية الذيل، حافتها صفرة وفيها أشواك للدفاع السلمي. الذيل متشعب شعاعي دليل على أنها سمكة سريعة ولونها أسود.
الوجه مثلث والفم كبير وفيه صفوف من الأسنان المخروطية على طول الفكين وأنياب دليل على أنها سمكة مفترسة. الغطاء الخيشومي صلب يغطي 4 صفوف من الخياشيم على كل جانب. عظام قوس الخياشيم قصيرة ومتباعدة دليل انها سمكة ما تكون فلترة الماء للتغذية. قشورها مشطية الحافة شفافة وكبيرة الحجم. تم الفكرة من عمل الهجين هي الحصول على صفات حسنة ونبذ صفات سيئة في كلا السمكتين اللي هما سبيط والشعم. مثال على ذلك الشعم سمكة اجتماعية بطبعها وهذا جيد، لا تقفز هذا جيد، انتاجها بالمفرخ انتاج سهل وكثافات كبيرة ومعدل البقاء لرقات عالي. السيء فيها سعرها ومتدني عن مقارنة المسبيطي ونموها بطيء وهذه أسوأ يعني صفاتها. ولكن المسبيطي لما نأتي حق المسبيطي نموه عالي جدا يعني دبل أو أكثر من دبل عن الشعم، تسويقه جدا ممتاز لأن سعره وايد أغلى، فشكل الشكل ولون المسبيطي في الهجين راح يكون جيد لنا إذا حصلنا عليه. الصفات السيئة اللي لقيناها في المسبيطي مفترس عدائي ما يحب الكثافات العالية، انتاجه في المفارخ صعب جدا، في افتراسه صغير ونسبة البقاء متدنية وانتاجه كانتاج اصبعيات اصلا متدني بعكس الشعر. لما حصلنا على اول هجين اللي هو الام شعم والاب سبيطي وسميناه شبيطي الشين اول اسم من الام، لقينا ان الهجين الشبيطي لقيناه سهل انتاجه بالمفرخ مثل الشعم، لقيناه ما يقفز مثل الشعم، لقيناه اجتماعي بطبعه ما يعض ولا يفترس اخوانه، وهذه الحقيقه الصفات الحميده اللي لقيناها في الشبيطي وهذه اللي خلتنا ان نختار الشبيطي كسمكه المستقبل في الانتاج لتامين الغذاء السمك. يضم في صفاته ومواصفات تأهله للنجاح في عملية الاستزراع السمكي، نمو سريع وسهولة في تربية اليرقات وقيمة شرائية عالية، خطوة نعتبرها إضاءة بيئية على طريق تعزيز الأمن الغذائي. كانت هذه حلقتنا اليوم، نشوفكم بحلقة جديدة مع سمكة جديدة.
شكرا 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 جزيلا. الحقيقة زي ما قلت لكم يعني كنت أتمنى أننا يعني جمعيك وتيها تبعت لنا كم كيلو شبيطي عشان نتأكد أن الأمن الغذائي حصل، وأنه الحمد لله في ظل التغيرات المناخية ما زلنا عندنا فرصة أن احنا ناكل سمك. فلكن هي الحقيقة يعني زي ما قلت لكم هي فرصة أن احنا نعرض شيء بشكل مختلف، لكنها كمان تجربة بتقوم بها جمعية، وجمعية كويتيل حماية البيئة مع معهد الكويت التقدم العلمي. ده حاجة ممتازة أنه نصل إلى هذا النوع من التعاون ما بين المؤسسات البحثية العلمية وأيضا مع الجمعيات. وتصدر على فكرة، كان أعتقد لو أنا فاكر صح كان البرنامج بيقول كل يوم سمكة، وكان بيعرض في رمضان 30 يوم في رمضان. بالنسبة لنا احنا عندنا تقريبا مدى 10 سنين 9 مواسم 30 حلقة حق كل رمضان. كل يوم عندنا حلقة جديدة تبث مباشر بعد الفطور أتوقع كان. عندنا كل يوم طير، كل يوم سمكة، هي عن أنواع التنوع الأحيائي في دولة الكويت. الجمعية تهتم في الإعلام البيئي وتوعية الناس عن بيئة الكويت من خلال الإعلام البيئي. مثل ما قلت البرنامج له أكثر من 250 حلقة تغطي التنوع الأحيائي، أهداف التنمية المستدامة، توعية القانون بقانون حماية البيئة، أنواع البيئات المختلفة، المشاريع التنموية الخاصة بالبيئة، إدارة الأزمات والكوارث البيئية، جهود مختلفة جهات الدولة التنفيذية والبحثية في حماية البيئة، قضايا البحثية البيئية المختلفة، آثار التلوث البحري، التلوث البري، جودة الهواء، وكثير من الجوانب والمجالات البيئية. شكرا باشمهندس يوسف، ألف شكر. تحية لجمعية الكويتية لحماية البيئة، وأيضا تحية بننقلها من هنا إلى الدكتورة وجدان العقاب على استمرار دعمها وعملها المستمر في الكويت وفي المنطقة العربية. هننتقل الآن من المشرق ونطير بسرعة في طائرة يعني أسرع من النفاسات كلها، ونذهب إلى المغرب للبروفيسور دكتور إدريس شحو. البروفيسور إدريس شحو من المغرب لإلقاء أيضا عرض عن الإنذار المبكر والأمن الغذائي. تفضل بروفيسور إدريس، العرض موجود يا جماعة؟ نعم. الحقيقة معذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة لم أكن معنيا بتقديم عرض، ولكن طلب مني الأخ عماد صبيحة هذا اليوم أن أتحدث حول الأمن الغذائي، ولا أقل أن أتحدث عن التجربة المغربية. الحقيقة أن التجربة المغربية تستحق أن تستلهم. ربما أعتقد أن البلد العربي الوحيد الذي يحقق أمنه الغذائي وسيادته الغذائية في حدود 80-90%، يعني يبدو أنه في طليعة الدول العربية. والسياسة يعني يبدو أن المغرب لا يتوفر على نفط، وقد كان الحسن الثاني يقول الحمد لله الذي لم تينا ماء نفطا لكان شغلنا عن شيء آخر. فكان الاهتمام مبكر جدا بالقطاع الزراعي، بحيث منذ 60s القرن الماضي دشنا ما يسمى بالسياسة المائية وبناء سدود. بنينا لحد الساعة الآن يتوفر المغرب على 150 سد كبير، وبالتالي أمكننا هذا من تعبئة مجمل المياه المغربية التي يحظى بها المغرب، والتي في الحقيقة تغنينا عن البلدان الأخرى التي لها حدود دولية أو ما يسمى بالمياه الدولية، يعني تعرفوا المياه العابرة للقارات أو للبلدان، يعني الأنهار كالنيل بين إثيوبيا ومصر والسودان، وكذلك دجلة والفرات تركيا وسوريا. فهذه الأودية أو هذه الأنهار تطرح إشكالات كثيرة. الحمد لله أننا كل المياه داخلية، وتأتى ذلك نتيجة توفر المغرب على بحر ومحيط يحده بحر ومحيط، المحيط الأطلنطي أو الأطلسي 3000 كيلومتر، والبحر الأبيض المتوسط 500 كيلومتر. وبالتالي
استبق المغرب، كانت له سياسة استباقية باعتمادها على أمرين: تطوير القطاع الزراعي بإنشاء 160 سد، ونستمر الآن ببناء بمعدل سدين كل سنة، يعني لم نتوقف، وهذه سياسة استباقية رائعة جدا، ومكنت المغرب من الاكتفاء الذاتي. مثلا في الخضروات ننتج الخضروات بشكل وفير جدا يغطي الحاجيات الوطنية، ونصدر كميات هائلة، لدرجة أن هذه السنة صدر المغرب 1,000,000 طن من الطماطم، فصرنا بذلك ثالث أكبر مصدر للطماطم في العالم. ويصدر المغرب البرتقال، ننتج 2.5 مليون طن، وصدرنا كل سنة، نصدر هذه السنة 700,000 طن. نصدر البطاطس والخضروات، بحيث أن إيرادات هذه الخضروات تمكن من مداخيل بحدود 50 مليار درهم، وبالتالي هذا هو بترولنا في الحقيقة. كانت هذه السياسة كانت ناجحة جدا. إذن اعتمدنا على تطوير القطاع الزراعي من خلال بناء السدود، وأصبحنا الآن في يعني نحقق الاكتفاء الذاتي. ثم المرتكز الثاني وهو البحر، نتوفر على 3,500 كيلومتر من البحار، فطورنا قطاع الصيد البحري، وأصبح المغرب الآن أول بلد منتج للأسماك في إفريقيا وفي العالم العربي، وبالتالي نحقق اكتفاء ذاتي أيضا على هذا المستوى، على مستوى المنتجات البحرية، ونصدر يعني الربع الإنتاج يغطي حاجيات الوطنية، ونصدر 3/4، وبالتالي كما قلت هي أيضا مدرارة لحوالي 1 مليار دولار دخل سنويا من الأسماك. وبالتالي كما قلت تجربة المغرب تستحق أن تستلهم، لدرجة أننا الآن كما قلت لحماية هذا الإنتاج، لحماية الإنتاج هناك سياسة استباقية. قلنا أن عندنا الجبال، الجبال في المغرب تغطي 147,000 كيلومتر مربع، يعني من مجموع مساحة البلاد اللي هي 700,000 كيلومتر، وبالتالي هذه الجبال تشكل العمود الفقري الذي يهيكل التراب الوطني، بحيث منها تخرج الأنهار الكبرى، حوالي 10 أنهار ذات اليمين وذات الشمال، أنهار تغذي ما يسمى بالسهول الأطلنطية التي تتلقى كميات من الأمطار متوسطة، ولكن الجبال هي التي تستقبل أكبر كميات من الأمطار، بحيث تتراوح بين 2,000 ملم في الشمال، في جبال الريف الشمال 2,000 ملم، وفي الوسط جبال الأطلس حوالي 1,000 ملم، وبالتالي هي التي تمكننا من هذه الأنهار التي تنحدر من هذه الجبال، فتسقي سهول الأطلنطية، إذا كنتم تسمعوا سهل الغرب، حوالي 730,000 هكتار، سهل سايس، سهل تادلة، سهل سوس، سهل تنسيفت، هذه السهول التي لا تتلقى أقل من 300 ملم، ولكن هذه الجبال رحمة، الجبال في المناطق الجافة هي التي تصنع التوازنات البيئية، من حيث أنها تمد بالمياه هذه المناطق السهلية، مكنتنا من ري في البدء عند كسياسة استباقية في ستينيات، كنا نطمح إلى ري 1,000,000 هكتار، والآن وصلنا إلى 2,000,000 هكتار، ولذلك كما قلت بهذه السياسة استطعنا أن نغطي حاجية الوطنية ونصدر. للأسف أن كل ما نصدره نتعامل مع أوروبا، الاتحاد الأوروبي، ونصدر إلى أمريكا وروسيا، وقليل من البلدان العربية اللي بالخصوص دول الخليج تستورد منها قليل من البرتقال والطماطم إلى غير ذلك. قلت أنها لحماية هذا كسياسة استباقية وإندارية أيضا، حاولنا أن نحمي هذه الجبال، لأنها هي التي تشكل كما قلت العمود الفقري الذي يمدنا بالمياه. فكانت هناك سياسة تشجير، وكنت في صبيحة اليوم أسمع على أنه يجب أن نشجر ونساهم، كانت للمغرب سياسة استباقية كما قلت. الآن بلغ مستوى التشجير حوالي 600,000 هكتار من التشجير، بحيث أن الغابات عوض أن تتقلص تزايدت في كل البلدان، تتقلص حجم الغابات، ونحن عندنا تزايد حجم الغابات أو مساحة الغابات هي في حدود 9 ملايين هكتار، وأصبحت الآن 9,600,000 هكتار، وشجرنا حتى المناطق التي لم يكن بها أشجار، يعني استوردنا أنواع من الخارج بطبيعة الحال لها قدرة على التكيف مع المناطق شبه الجافة خاصة. فبالتالي بهذه الطريقة أصبحت لدينا، بالإضافة إلى الغابات الجبلية
التي هي التي تستقطب التساقطات المطرية، لأن عندنا التيارات المطرية تأتي من الغرب من المحيط الأطلنطي، تصب قليلا من الأمطار على السهول، ولكن عندما تصعد إلى الجبل نتيجة عامل الارتفاع، تعرف أن كلما ارتفعنا باتجاه الأعلى تتقلص درجة الحرارة بحدود 0.6 درجة كل 100 متر، ونتيجة هذا التبرد تحدث ظاهرة التكاتف فتسقط أمطار كثيرة على واجهة الجبال وعلى الجبال، ويصادف كما يقول لنا أستاذ زواج بين السماء والأرض، لأن الأمطار تأتي من الأعلى والجبال كلسية، وهذه نعمة كبرى لأن كثير من هذه الأمطار تتسرب في هذه الجبال، جزء منها يجري وهو الذي يغذي الأنهار اللي قلت لكم عليها حوالي 10 أنهار كبرى ومئات الأنهار الصغرى والوسطى، وجزء منها يغور في هذه الصخور الكلسية فتنفذ وتغذي الفرشة المائية التي تنبع في قدم الجبال على شكل عيون فتسقي مثلا في المنطقة التي أنا أسكنها بمنطقة سايس بجوار مكناس تمدنا بحوالي 300 مليون متر مكعب من المياه الجوفية بسبب هذه جبل قريب منا وجبل الأطلس المتوسط، فصار هذا السهل من أغنى السهول بفضل هذه الدينامية الإيجابية بين العاليات والأسافل في المناطق الجافة، ومناطقنا العربية منطقتنا العربية كلها مناطق جافة وانت تعرفون هذا الأمر، هذا ربما احنا نكون في وضع أفضل في شمال إفريقيا لأن نتيجة وجود هذه الجبال وبحر ومحيط، العمق الزراعي من طنجة إلى أكادير حوالي 1000 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب بفعل وجود هذه الجبال، لأن لولا وجود هذه الجبال نجد مثلا أن أكادير فيها أمطار في حدود 500-600 ملم، وإلى الأعلى في المناطق التي تقع وراء الجبال مناطق صحراوية ولدعم هذا الأمر هذا بطبيعة الحال أنشأنا محطات طاقة نظيفة هنا بطبيعة الحال أقول هذا الكلام لأننا وقفنا سياسة تعبئة المياه وصلت إلى حدها لأننا استنفرنا حوالي 24 مليار متر مكعب 20 مليار متر من المياه الجارية في السدود و4 مليارات في المياه الجوفية، فكانت هذه فالآن إلى حدود سنة 2000 كنا نلبي كل حاجيتنا في الري والسقي وصلنا إلى 2 مليون هكتار، الآن بلغت منتهاها وأصبحنا في حاجة نمر من المياه الاعتيادية إلى المياه غير الاعتيادية واتر كونفونشنال، احنا بالفرنسية للأسف ثقافتنا فرنسية لو كونفونشنال ألو نون كونفونشنال، نون كونفونشنال يعني مررنا من المياه سدود والأنهار والعيون التي هي عادية واعتيادية إلى مياه غير اعتيادية، أي تحت المياه المحلات من البحر والمياه المدورة والمرسكلة، مررنا إلى هذه المرحلة بطبيعة الحال لاستدراك هذا الأمر، ولكن كسياسة استباقية أنشأنا لذلك محطات طاقة ريحية ومحطات طاقة شمسية، عندنا في المغرب محطة نور في الصحراء المغربية في الجنوب الشرقي أكبر محطة في العالم على 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 مساحة 3000 هكتار، وبالتالي الآن أصبحت الطاقة النظيفة تغطي 35% من حاجياتنا الطاقية، ونطمح إلى أن نصل إلى 52% في حدود سنة 2035 على أن تتطور الأمور إلى أفضل من هذا. قلت أن مررنا إلى تحلية المياه الآن لكن بسياسة استباقية كما قلت بإنشاء المحطات، فالآن عندنا محطتين أو 3 محطات كبرى في أكادير وفي الدار البيضاء تدور بطاقة نظيفة وليس بالطاقة الأحفورية، وفي هذا بطبيعة الحال اتقاء للإشكالات التي تطرحها الطاقة الأحفورية من تلوث إلى غير ذلك. شكرا على انتباهكم. شكرا جزيلا على العرض، وبشكرك بروفيسور إدريس شحو على هذا العرض. أيوة أنا فعلا طلبت منك في وقت متأخر انك تقدم شيء، لاني بعد الحديث مع الدكتور محمد فتوحي يعني طلب مني انه لازم يكون في مداخله من المغرب، وانا سعيد بمداخله حضرتك، الف شكر. الله يحفظك. دلوقتي هنروح لواحده من الشباب المتميزات اسمها جمان جميل سواكن، يعني انا ما اعرفش قابلته كم واحد مننا قابل سواكن قبل كده، انا اول مره قابل سواكن الحقيقه. فسواكن لا سواكن من السكون أعتقد يمكن ولا إيه؟ سواكن، السلام عليكم، هي جزيرة في البحر الأحمر.
جزيرة في ولاية البحر الأحمر في شاطئ البحر الأحمر. يبقى أكبر جزيرة. معلومة جديدة بالنسبة لي كمان. طيب سواكن أحد الباحثين الباحثات والباحثين الشباب، وإحنا بنشوف إنها في الشبكة العربية للبيئة والتنمية والمكتب العربي للشباب إنها عنصر فاعل معانا، وهنسمع منها هي عملت إيه وحضرت إيه عشان نتكلم على موضوع نظم الإنذار المبكر والأمن الغذائي. تفضلي سواكن وعندنا 10 دقائق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. أنا مهندس زراعي سواكن بابكر العوض من السودان وباحثة في مجال تغير المناخ. سعدني اليوم أن أكون معكم أعرض لكم نموذج أو محاولة لعرض الإنذار المبكر في الأمن الغذائي في السودان تحديدا. ممكن أقف عشان ما قادر أشوف كويس. زاوية كده جزء من ال من ال بتاع. أيوة. طيب. خلينا نقوم شوية. احنا طبعا شباب متعودين انه احنا يعني تمام. يمكن تحدث الباحثين أو المنصة عن الإنذار المبكر، ولكن أريد أن أقدم مقدمة بسيطة حول ما هو الإنذار المبكر. تعد علاقة الإنذار المبكر بالتنمية الشاملة علاقة وثيقة، حيث أن الأزمات والكوارث تؤثر بشكل سلبي على خطط التنمية التي تتبناها الدول، والتي تهدف إلى تحسين رفاهية واستقرار الشعوب. وبدلاً من أن تتقدم الدول نحو تحقيق هذه الأهداف، تجد نفسها تكافح للتقليل من وطأة هذه الكوارث. يعني بدل ما إحنا بنعمل من أجل التنمية، نجد أنفسنا نتحدث عن المشاكل والكوارث التي تعيق هذه التنمية. باختصار أنا أريد أن أذهب إلى تجربة قديمة في السودان، هي تجربة منظمة الزراعة للأقذية اللي هي منظمة الفاو. أنا هأعرض بعض التقارير، جزء من التقارير من هذه المنظمة. أولا نتكلم عن مفهوم نظام الإنذار المبكر. إن مصطلح الإنذار المبكر يوحي بأن هذا النظام يقوم على أساس إشعار الجهات المعنية والمختصة استباقياً باحتمالية وقوع كارثة معينة أياً كانت نوع هذه الكارثة، كي تقوم تلك الجهات باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تهدف في المحصلة إلى حماية مصالح الدولة والأفراد على حد سواء. على سبيل المثال، عندما تستشعر الجهات المختصة بالتغيرات المناخية في وحدات الإنذار المبكر بأن هناك تزايد أو تناقص في نسبة الأمطار في العام، من الضرورة إخطار الأجهزة التنفيذية أو الأجهزة الحكومية بهذه المتغيرات حتى يتم تداركها. كذلك عندما تتزايد نسبة الجفاف والرطوبة والتغيرات التي تحدث للمراعي الطبيعية والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، كذلك الفيضانات. يعني مثلا لو كانت وحدة الإنذار المبكر في فيضان 2021 في السودان كانت فاعليتها أعلى من ذلك، لكان هناك الأثر كانت أقل أثرا كما هو موجود في ليبيا في منطقة درنة. وسائل الإنذار المبكر عند وقوع حدث أو طارئ أو أزمة تستدعي التواصل مع الجمهور لتحذيرهم، تقوم الجهة المعنية اللي هي وحدة الإنذار المبكر بإرسال الرسائل التحذيرية اللازمة من خلال النظام الإلكتروني للإنذار المبكر،
حيث يتم توجيه الرسالة إلى الجهات المعنية الوطنية أو الدولية والعالمية عن طريق أجهزة الإرسال كالأقمار الصناعية وشبكات الإنترنت بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح الآن من السهل جدا أن نتناول أي معلومة مناخية تحدث أو ربما تحدث في العالم عن طريق الإنترنت أو شبكة الإنترنت عموما. ومن ميزات الإنذار المبكر إجراء تكيفي لتغير المناخ، يعني مجرد ما نستشعر أن هناك تغير في منطقة معينة نجعل أنفسنا نتكيف مع هذه الظاهرة أو الكارثة قبل وقوعها باستخدام أنظمة الاتصال المتكاملة لمساعدة المجتمعات على الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بالمناخ. نظام الإنذار المبكر هو ينقذ نظام الإنذار المبكر الناجح الأرواح والوظائف والأراضي والبنى التحتية ويدعم الاستدامة على المدى الطويل. كما قلت ذكرت أن في درنة لو هناك وحدة إنذار مبكر قوية ناجحة لما راحت هذه كل هذه الأرواح. تقبلهم الله. النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر، نعم سيكون هناك فرق. في وحدة عالمية تسمى النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر. يقوم هذا النظام الذي تأسس في أعقاب الأزمات الغذائية التي شهدها مطلع سبعينات القرن الفائت بمراقبة حالة الإمداد بالأغذية والطلب عليها عبر العالم، ويعد مصدراً أساسياً للمعلومات المتعلقة بإنتاج الأغذية والأمن الغذائي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. ويرصد هذا النظام التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بصورة مستمرة رصد توقعات المحاصيل وحالة إمدادات الأغذية في جميع بلدان العالم بما فيها البلدان المتأثرة بالمنازعات. كل هذه هي أنشطة إنذار مبكر. وأصبح انتقاء أكثر التقنيات ملائمة لإصلاح الأراضي وحفظها في ظروف خاصة ويسراً بفضل نظام المعلومات العالمي الذي يوفر مبادئ توجيهية ودراسات إفرادية وتقييمات لطائفة واسعة من تكنولوجيات ومؤسسات حفظ الأرض. على الصعيد العالمي يمكن تحديد أكثر النظم الإيكولوجية والفئات السكانية تأثراً وهشاشة من خلال تقييم عالمي قبيل ما يتيحه النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بتدهور الأراضي. كما عندنا في السودان هناك أراضي تمت إزالتها تماماً وذلك بفعل الفيضانات وبفعل الأمطار والسيول التي جرفت مناطق كثيرة في السنوات القريبة الفائتة. برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية، الاستجابة لأزمة الغذاء تحديداً منظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو في السودان لهم تقرير، أنا اقتطفت بعض النقاط المهمة من هذا التقرير في العام الحالي. ذكر تقرير جديد بشأن بؤر الجوع الساخنة أن النزاع والظواهر المناخية القاسية والصدمات الاقتصادية والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا والآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا تدفع بالملايين في جميع بلدان العالم نحو هاوية الفقر والجوع، حيث يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والوقود إلى زعزعة الاستقرار في البلدان. ويمكن أن نكون قد شهدنا هذا الحدث. أصدرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة اليوم 1/9/2013 هذا التاريخ تحذيرا شديدا بتوقع حدوث العديد من الأزمات الغذائية
التي تلوح في الأفق وتؤديها النزاعات والصدمات المناخية. أنا أذكر هذه الصراعات والصدمات وهذه الجوائح لأننا تعرضنا إليها في السودان بصورة مباشرة، والجميع يعلم الآن أننا نتعرض إلى حالة حرب منذ 7 أشهر. هذه الدراسة ذكرت من ضمن الدول المتأثرة السودان تحديداً مناطق غرب كردفان وشمال كردفان، وأضيفت إليها مؤخراً الخرطوم باعتبارها منطقة نزاع، وأضيفت إليها منطقة غرب السودان دارفور. وأنا أتحدث إليكم الآن وأضيف كل السودان الآن هو تحت خط الفقر ولا يستمتع بأنظمة غذائية ولا أمن غذائي، برغم أن السودان هو أقنى يمكن دولة موجودة في العالم العربي، وقد يكون الأمن الغذائي موجود ولكن لا يصل إلى الجهات المستهدفة. أيضا التحذير بالتقرير بيحذرنا من أنه في مناطق حتتم إزالتها تماما عبر الجزر النيلية الموجودة في مناطق متعددة من السودان، وهنالك برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء. في هذا البرنامج تم توزيع بذور للمزارعين في شرق السودان، ولاية شرق السودان، كسلا، البحر الأحمر، القضارف، حتى يتمكنوا من سد الحاجة اليومية من الغذاء. سواكن، عايز أتكلم عن حاجتين مهمات اللي هي الفرص والتحديات. الفرص التقدم التكنولوجي والانفتاح المعرفي وتوفر المعلومات، الحاجة البشرية للتغيير الإيجابي والقدرة البحثية والتنفيذية. التحديات الجوائح مثل كورونا، الحروب، النزاعات، التنقل البشري، النزوح القسري واللجوء، كل هذا موجود عندي في السودان، وتغير المناخ أيضا، وقلة الوعي في البلدان النامية، السودان مثلا، الكوارث الطبيعية. في توصيات بسيطة هي نمرة 1 تكثيف العمل الاستباقي وتوزيع نطاقه لحماية المجتمعات والأمن الغذائي وسبل كسب العيش قبل أن تحتاج إلى المساعدة المنقذة للحياة أثناء الفترة الحرجة بين الإنذار المبكر والصدمة. نحن الآن في حالة صدمة في السودان. التدخلات الوقائية قصيرة الأجل التي يتعين تنفيذها قبل أن تتحقق الاحتياجات الإنسانية الجديدة. يمكن كثير من البلدان العربية بتحتاج للفترة دي لأنه عادة نتنبه بعد وقوع الحادثة. الاستجابة لحالات الطوارئ والإجراءات المتخذة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحالية، نعاني من هذه المشكلة حاليا بسبب قفل الممرات، المطارات والمنافذ دول الجوار. شكرا، أرجو أن أكون قد أجبت عليكم. الحقيقة سواكن، يعني أعتقد أن كلنا عندنا نفس الإحساس، نتمنى أن السودان يعود سريعا إلى سلامه. السودان دائما منذ أن بدأت العمل في مجال البيئة من سنوات طويلة نتحدث عن السودان كمخزن للغذاء للوطن العربي بالكامل، فأصبح هذا المخزن للأسف بدل ما يكون أرض تنتج الغذاء للوطن العربي أصبحت أرض للصراع والنزاع، وخرجت عقول ويعني خبرات السودان إلى خارج السودان، لأنه المكان لا يسع في نفس الوقت للمتنازعين مع العقلاء والمثقفين والعلماء والخبراء. فنتمنى إن شاء الله في القريب العاجل، نظمنا اجتماعات كثيرة في السودان، فنتمنى إن شاء الله في القريب العاجل يكون لقائنا كشبكة عربية للبيئة والتنمية في السودان بإذن الله. شكرا سواكن، نموذج جميل من الباحثات اللي كلنا نتشرف بيها، ويا رب كل بناتنا تبقى زي كده سواكن. طبعا أخيرا وليس آخرا، حبيت أسمع من المهندس عبد الرزاق مساعد من الجزائر، أسمع منه كيف الجزائر تتحرك في عمل نظام إنذار مبكر. طبعا الجزائر بالنسبة لموضوع الزلازل كانت يعني أكتر الدول العربية تعرضا للزلازل، لكن احنا هنا بنتكلمش عن زلازل، بنتكلم عن إنذار مبكر وعلاقته بالأمن الغذائي. فالمهندس عبد الرزاق يقول لنا عن النظام الجديد أو
ما تقوم به الجزائر من عمل نظام جديد للإنذار المبكر. مهندس عبد الرزاق تفضل يا فندم. شكرا دكتور عماد عدلي على التقديم. مساء الخير عليكم جميعا، ان شاء الله يكون ختامها مسك جزائري. الحق انا احاول ان اتاقلم مع الموضوع لانه طلب مني تغيير الموضوع اللي كان المفروض اتقدم به في هذه الكوب. فالنظام في المنطقه العربيه النظام الانذار المبكر، نظام الانذار المبكر مهم، لكن هناك كوارث تحدث امام اعيننا ولكنها بطيئه تاخذنا الى كوارث اكثر حده. وفي الجزائر يعتبر التصحر والتصحير ايضا واحد من اهم هذه الظواهر. الانذار المبكر او العمل الاستباقي او العمل القائم على التنبؤ يعني اتخاذ خطوات لحماية الناس قبل وقوع الكارثة بناء على الإنذار المبكر أو التنبؤات. وننوه هنا إلى دور المحطة الفضائية الجزائرية في مسح المناطق وجمع المعلومات التي تساعد على تحديد النقاط المؤهلة لحدوث كوارث. مؤخرا وفي شهر سبتمبر الماضي أعلن عن قانون جديد في الجزائر فيه ترتيبات عاجلة للتعامل مع الكوارث الطبيعية المحتملة، تنظمها مراجعة شاملة لقانون الأخطار الكبرى وهذا في 2023 فقط. وجاءت الخطة عاكسة لمخاوف من الزلازل التي ضربت المغرب والفيضانات التي اجتاحت ليبيا في مدينة درنا خلال الأشهر الماضية. ونصت المراجعة القانونية على مخطط يقظة لتسيير المخاطر الكبرى ومواجهتها تتكفل بها وبتنفيذها خمس وزارات. وهنا ننوه أيضا على ضرورة إشراك عدة وزارات في هذا المخطط والتنسيق الضروري في هذا الموضوع. ويتضمن هذا المخطط إطلاق منصة رقمية في كل محافظات البلاد 58 تهتم بتتبع التغيرات المناخية في كل المناطق وتبليغ السلطات العمومية عن أي خطر يمكن أن يهدد المنطقة وسكانها. وتشتغل المنصة الرقمية وفق نظام الإنذار المبكر للتبليغ عن الأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية على غرار الاضطرابات الجوية التي ينجم عنها خطر الفيضانات والسيول وانجراف التربة. ويتم في هذا العمل التعاون مع المصالح الإرصاد الجوية للتنبيه من الأخطار الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة لا سيما في فصل الصيف كحرائق الغابات التي أصبحت كثيرة في خصوصا في شمال البلاد وأيضا سجلت أيضا في الجنوب. كما يتم التكفل بالتنبيه المبكر في فصل الشتاء في حالة رياح قوية واحتمال وإمكانية تشكل أعاصير بحوض البحر المتوسط. والوزارات الخمس المعنية بتسيير مخطط الإنذار هي وزارة الداخلية والموارد المائية ووزارة الموارد المائية، وزارة السكن، وزارة الصحة، ووزارة الأشغال العمومية. ينقسم هذا المخطط إلى ثلاث مراحل أساسية في تسيير المخاطر. الخطوة الأولى يتم التركيز فيها على التدابير الوقائية للإنذار المبكر وذلك قبل حدوث الكارثة من خلال الاعتماد على نشرات جوية خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر، وهذا بالتنسيق مع الجهات المعنية أي الإرصاد الجوية والمراكز المتخصصة بتحديد الأخطار. المرحلة الثانية تتمثل في تعبئة الوسائل البشرية والمادية للحد من حجم الكارثة وتجهيز الوسائل والمعدات الخاصة بمواجهتها، إضافة إلى تجنيد المورد البشري المتخصص بالإنقاذ والتدخل السريع.
ويطلق على الخطوة الثالثة مرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار وإحصاء المتضررين وإعداد مخطط وطني للتعمير والتكفل بالأشخاص المصابين. وفي الميدان جندت البلديات الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط والقريبة منه المئات من عمالها لتنقية المحيط المجاري المائية والوديان من النفايات وبقايا الأشجار المتناثرة للحول دون انسداد البلوعات تحسبا لأمطار الخريف. كما انطلقت ورشة كبيرة لتصليح قنوات الصرف الصحي في كل بلدية البلاد التي تبلغ 1541 بلدية، وأقحمت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية كوادرها في تأطير هذه العملية الاستباقية. الدفاع المدني أثناء وكان المسؤول البلاد قد وقع وكان رئيس البلاد قد وقع مرسوما رئاسيا مطلع الشهر الحالي يخص توسيع مهام الدرك الوطني لتشمل المشاركة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى. ووفق أرقام الحكومة تخصص الدولة الجزائرية 225 مليون دولار سنويا لمواجهة الكوارث، 70% من المبلغ موجه للتصدي للفيضانات، حيث كما تتذكرون شهد حي باب الواد الشعبي وهو أشهر أحياء العاصمة عام 2001 فيضانا كبيرا إثر تهاطل الأمطار محلية غزيرة خلف أكثر من 2000 قتيل ودمرا هائلا في الأملاك الخاصة والمرافق العامة، وبعدها أيضا في فيضان غردايا، دون أن ننسى حصاد حرائق المهولة في مناطق القبائل الشرق كما نتج عنها خسائر كبيرة طالت الحيوانات والنباتات أيضا. وأشكركم جزيل الشكر. شكرا شكرا جزيلا باشمهندس عبد الرزاق مساعد من الجزائر على عرض النقاط الخاصة بنظام الإنذار المبكر والنظم التي وضعتها الجزائر لمواجهة الكوارث وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الجزائر. احنا دلوقتي بالضبط عندنا اقل من 7 دقائق. لا هم هيقفلوا هنا الساعه 8. عايز مايك بسرعه لو سمحتوا، لو حد يجيب لي مايك، ويعني لازم حد هيضحي، لازم ابدا من هناك. معلش حد هيضحي، الناس القريبين مني هيضحوا. اللي هيتكلم 30 ثانيه وبعدين هوقف، انا هبص على الساعه. 30 ثانيه. تمام، شكرا جزيلا. البروفيسور محمد الزهيري من العراق، جامعه تكنولوجيا في بغداد. أنا أردت أن أنبه حضراتكم إلى المشكلة الحقيقية في بلداننا العربية الميناء، أنه إحنا عندنا مشكلة ضعف في البيئة البحثية scientific research environment. فليش العراقي أو المصري يعني يكون مبدع في أوروبا في أمريكا، وليش في بغداد هو ما يقدر يقدم شيء؟ إحنا مشكلة عندنا في تحسين البيئة البحثية، وبهذا راح نقدر أن نمتلك التكنولوجيا بدل أن نتوسل وننقل التكنولوجيا. هذا إذا رضوا أنه ينقلوها، فنحن ما زلنا عبيد للتكنولوجيا الغربية. هذا إن جنرال، لأنه أنت 30 ثانية ما أقدر أحكي كل شيء تكنيكال، أنا مهندس كيميائي، فإذا إذا إذا أتكلم فأتكلم يعني لساعات. فهذا إن جنرال يعني المسج مالتي، عسى أن تصل لكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. همشي بسرعة أبصر. لا دياك سؤال لدكتور هشام. حضرتك ذكرت سوشيو إيكونوميك أسبكت، ممكن حضرتك تقول 1-2-3 بس إيه هم دول السوشيو إيكونوميك؟ يا دكتور هشام، حضرتك البرزنتيشن بتاعت حضرتك كان اعتمدت على المعلومات اللي انت واخدها من ناسا. السؤال بقى، هل مجموعة الأقمار الصناعية اللي موجودة اللي نمتلكها في العالم العربي تكفي للقيام بهذا الدور اللي بيقوم به ناسا ولا لا؟ وهل يعني وبعدين هل احنا نمتلك الكوادر اللي تعرف تتعامل مع هذا التدفق المعلوماتي؟ شكرا. انا عارف الإجابة، بقول
طيب بسرعة، أول حاجة دكتور هشام، موضوع الأكوفرز بتوع نهر النيل، يا ريت حضرتك تفرق ما بين الريتشارجبل واللي هم البوكتس بتاعه النيل والاكوفرز الاكوفرز، عشان خاطر بس الحته دي الناس بتفتكر ان البوكتس بتطلع منها مي. حاجه تانية، المابنج اللي حضرتك عملته بتاع البريسيبيتيشن مع التمبريشر، لو بتقدر تعمل عليه اوفرلاي سوسيو ايكونومكس والتوزيع بتاع مين البروفيشنز اللي موجوده، دول صيادين ولا مزارعين وايه والانكم بتاعهم، اي ثينك ذات بي فيري يوسفول. انت هو شكرا دكتور، بسرعه للمحاضره. طيب انا عايزه الاول اعقب على نجاح التجربه المغربيه او انها اقرب واحده للسلف سفيشنسي، ده بسبب الاراده السياسيه ودي هي السبب الرئيسي لنجاح اي حاجه، فدي لو في مشكله عندنا فعشان اتس لاكين. تاني حاجه عايزه اسال برضو، المغرب ليه بتصدروا اكتر الفائض اكتر للدول الاجنبيه وقليل قوي للدول العربية؟ الحاجة الثالثة بالنسبة للتشالنج، آخر حاجة التشالنجز، ما حد ذكر خالص الانفجار السكاني ولا حد ذكر مشكلة التحضر، لأن دي من أعلى المشاكل الموجودة في المنطقة العربية. هنعمل إنذار مبكر نعرف هيخلفوا كم واحد. أنا فقط خلصت النص دقيقة، فقط في جملة واحدة، أنا أظن أنه الأمن الغذائي هو ليس متعلق ببلد واحد، هو قضية منطقة بكاملها، لأنه الكوارث لا تعرف معنى الحدود الجغرافية، وأي مكسب موجود في أي بلد هو ليس مكسب مطلق وليس هو إفلات من أي كارثة في أي وقت كان. إذن الاستدامة وتحسين البيئة البحثية وتشبيك والاستثمار في كل التجارب يمكن، لأنه في بعض الأحيان نحن نجزئ الأمور وكأنها بيوت، ولكن في نهاية الأمر عندما تأتي الفيضانات وتأتي كارثة كبيرة مثل الكوفيد أو أي شيء فهي تأتي على الأخضر واليابس ولا لها حدود. سؤال الدكتور هشام، أنت تحدثت عن العصير، هل ليد الإنسان دور في إحداث العصير؟ وهل عمليات الاستمطار تؤدي إلى مثل هذه العصير؟ شكرا. الكلام كله بشكل حضراتكم على الفوركاستنج وإزاي نقدر يبقى مفيد في الفود سيكوريتي والأمن الغذائي. كل الفوركاستنج اللي اتكلمنا عليه كان حاجات على ريجنز بحالها أو مناطق بحالها. احنا عشان نقدر نبني فاينانشال تولز زي الانشورنس والاندكس انشورنس على المزارعين الصغيرين، ازاي نقدر نقدم ده في شكل هايبر لوكال فوركاستنج علشان المزارع بالانواع اللي بيقدروا يعملوها، لان هو ده الكاباسيتي اللي احنا محتاجينها اكتر. سؤال سريع، شكرا جزيلا. سؤال للدكتور ادريس، النسبه من الامن الغذائي للمحصول الرئيسي القمح والشعير ونسبة الغابات من مجمل أراضي المملكة المغربية. بقي لي دقيقة واحدة دكتور هشام، دقيقة كله هيجاوب في دقيقة لأنهم هيقفلوا عليا هنا. World Population Growth, Economic Development and Technological Progress، ثلاثة سوسيو إيكونوميك إنديكيتورز. بالنسبة للست دكتور علاء، لما بتكلم على الأكوفرز لما بتكلم على ريتشارجبل، وحضرتك عارف كويس قوي ان الأندر جراوند ووتر سبلاي في مصر مش بالشكل اللي الناس بتتكلم عليه. احنا 97% من الموارد المائية المصرية بتيجي من بره و3% من جوه، انكلودنج الووتر أكوفرز، انكلودنج المطر، انكلودنج التحلية. كل السعودية أعلى دولة في التحلية في الوطن العربي، ما بتطلعش أكتر من 3 وشوية يمكن 4 مليار متر مكعب في السنة. 4 مليار ده اللي انا بتكلم فيه. احنا بنجينا احنا احتياجنا المائي 100 مليار. السؤال للدكتور او البشمهندس، حضرتك سالت على اللوكاليزيشن. الحل في الموضوع ده حضرتك ان انت بتعمل داون سكيلنج للموديل. حضرتك تتكلم على ريجيونال مودلز اللي هي بتقدر تتكلم على الشكل العام از ا هول فور ذا هول ريجن، ولكن علشان تنزل داون سكيل او عشان تنزل على منطقه نفسها حضرتك تعمل داون سكيلنج للموديل تو ريتش تو اولموست 1 كيلومتر. احنا لما اشتغلنا في اسكندريه على البحر المتوسط النيوميريكال ويذر مودلز اللي احنا شغالين عليها بنعمل داون سكيلنج لغايه 1 كيلو على مدينه الاسكندريه عشان نبص على السواحل والتأثيرات اللي موجودة عليها. خلاص. شكرا، ألف شكرا. عايز أشكركم كلكم. هنكمل الأسئلة مع بعض هنا هو. نقدر نكمل هنا مع بعض. بس عايز صورة للبانل لو سمحت توقفوا.
عايز صورة للبانل عشان أنا لازم أنهي بالضبط. خلاص بدأت تنور أحمر وبقي لي ثانيتين حد يصور البانل لو سمحتوا.